واهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وكمان الحقيقه دائما فضيحه لانه نصيحه. هالكتاب مكتوب هو طبيب وترك الطب، سماه كيف فيك تكون بالفصول موصول بالعوالم كلها والحقيقه اللي فيك. ما حدا صدقه بالاول، شو بيك شو انت بدوي يعني من هالامريكان الهنود؟ قالوا لانه هو صاحب مستشفى سانت فرانسيس. سكرت المستشفى وشفت انه هذا كله عم نقتل هالناس، وانا ما بدي اقتل ناس، الحرب عم تقتل بس انا ماني حرب. شيلوا هالحرف بالنص، ولا حزب. حط هالكتاب وجربه بطريقه، ولكن ما قدروا، شافوا انه صادق وادمي. وانا وقتها هون كانت بشيلها هلا وبكبها يعني، بس درست وعندي ناتوراباث دكتور شهادة فيها وبي اتش دي كمان من جامعات مهمة بأمريكا، وشفت إنه كل هالشهادات وكل هالجامعات وكلها يلي جامعنا أقوى كتير. هلا بس إذا بقرا لكم شو حاطط بالفهرس بتقولوا شو هالإنسان كيف قدر يكتب هيك؟ أساس الأمراض كلها منين عم تجي؟ شو لازم ناكل بالفصول؟ بالربيع، بالصيف، بالخريف، بالشتاء، وبين كل صيف وصيف في صيف تاني. هو بأمريكا خمس فصول مثل نحن بلبنان بلاد الشام واليمن. بعدين بشوف هالفصول وقت اللي بتاكل فيها أكل صحي بتتناغم مع بعضها، بتصير أنت وكل هالطبيعة وكل أسرارها يلي فيك عم بتعيشه. بيقول كلام هون يلي بيفهموا القليل القليل كلمة من القرآن، بيقولوا معه حق، لأنه عم بيحكي أسرار كونية، وهالأسرار الكونية موجودة بالكائن. يعني بتقول كيف قدر يقولهم؟ وبيقلك أنا لو مني عايشون ما عم بذكرون، أنا عم بذكرون مثل ما أنا عايشون، مثل ما أنا شايفون، وكلكن بتشوفوا والولاد كمان بتتذكروا وبتشوفوا ولادنا وقت بتطلعوا بالمراية بصير يعمل هيك، برجع بيروح بتطلع ورا المراية، برجع بيجي بتطلع من هون، برجع بيعمل لها هيك للمراية. مرآة المؤمن، ميرور جيزنج، اللي عم بيعملوها كل ما شفته منظر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خبرتكم مرة عساسين عم بقطع، ما بقول قطعيني لأنه هو اللي معي من اللي بيفهموا هيك، قال لي ما ما تقولي قطعيني، قولي مرقني، قطعني يعني هيك. ومرة كنت واحدة مني حاملة إني إلي، بيجي دركة بيمرقني وبيخدني على البيت، قال لي قبل ما تطلعي من البيت طلعي بالمراية أنا مثلك مرة، وشافني دركة وجابني على بعيدي. الكتاب اسمه You Are All Sampaku. طيب فهمت، وصلت على البيت فتحت شايفي أنا، بس الناس ما شافت، هاي ما عندي عيون، برمي ستشرق من المغيب، غربوا العينين، بس بعدني عم شوف لأنه مفتوحة البصيرة. بس الناس وقت بتشوف وحدة أو واحدة صرت شوفن عم بتطلع فيه وأنا ابتسم، إنه يعني عم بيقولوا لي اللي بيعمل الميرور جيزنج طلعوا بالمراية، إذا شفتوا ما في حدا بالمراية اقعدوا بالبيت ورجعوا غمضوا عينيكم. رح أعملها أنا ومفتحة عيني، غمضوا عينيكم ضربوا هاي بهاي تتفتحها وترجع تنزل العين. الإنسان قبل ما يموت بتغرب عينيه، بس هيدا موت الموت مش موت. هل السامباكو هالعنين اللي بتغرب انت فيك تخليها دايما، هي شمس المعرفة. كلمة سوريا منها كلمة عربية، أنا بسوريا بالهند كله سوريا سوريا، بتحبوا سوريا؟ This is an Indian word. هاي كلمة سورية، سوريا شمس المعرفة. وبالعربي في شي 2000 كلمة عربية وهي منا عربية، وفي كلمات كتير أجنبية وأصلها عربية.
إذا بتروحوا على مالطا بتصيروا شو عم بيحكوا؟ عم بيحكوا عربي هيئتهم، لأنه الصمت لغة اللغات كلنا، من هالصمت تطلع الصوت، صدى، صورة. رو سورة صاد، والقرآن الكريم منه بالصاد بالسين، سترة، سورة، نور. هلأ بهيدا الكتاب وقت عزبوه شوي وكتار وقفنا حده، لأنه يمكن 90% إذا مش أكتر قرآن، وما بيعرفوا ولا فكر إنه في شيء إسلام ولا قرآن أو، بس الحقيقة وحدة، العرب المسلمين شافوا القرآن من أول سورة حتى سورة فيها حية. هالحية بس النام هي طاقة شر وخير، كونداليني، أي هي بدك إياها أنت ونايم، أي بدك الشر ولا الخير، قد الخير حطها هون على إيدك شو ما بدك الكلمة، ونايم على اليمين طاقة صعود، بس تنام على الشمال بدك تكون قوي يعني تتحملها، أنا مني قوية بس نام على الشمال بحس ما بقى فيني، ولكن نوم الصالحين على ظهرك ورفع إجريك شوي، كل هالطاقة بتفوت. هالعلم حاطه هو كله هون. نعم، بيقول ما تفوتوا بالفلسفة، إذا تفلسفتوا كتير شو بيصير؟ بصير هالعقل يحكي هيك وهذا العقل يحكي هون هالقد وخربطوا مع بعضهم. لا كتير تفتش إنه الألماظة كانت فحمة، قول الله أكبر وكمش الطريق، عيش اللحظة اللي أنت فيها وعيشها بفرح وعيشها. هلأ هودي موجات دلتا، تيتا، ألفا، بيتا، هاو موجات بقلبنا وموجات بنوايينا وبأفكارنا كلنا. يعني الكتاب اللي بتشوفوه بتقول يا الله والزوايا الأربعة، هي لا إله إلا الله، هذا القوري بربع الجرس، الأولاد بيعملوا هن عم يأكلوا بصيروا شرشروا هيك وبعيد لأمه بدق لها عم طعميتها نقول بامة ورز، بالأول بيأكل الرزات ولا البرغلات وبعدين البامة، الأولاد ما بيحبوا تحطي هاي فوق هاي، لا طعام على طعام بدو يستطعم بهاي وبعدين بهيديك، وقال له بصير عم بتطعمي شت مخلوطين مع بعضهم كلهم، ما لهم طعمه بقى، بنحط من هالعطر من هالعطر من هالعطر. نعم، في كتير هون، اذا عندك هالمرض شو بتعملي؟ اذا عندك هالمرض كيف بتركبي انت مقطرات لحية؟ ما في لزوم تروحوا لمطرح، هيدا قرص عني، كلنا بنعرف هالكلمه. وهون خبايزه بحكي عنه، وهون بزر كتان، بس كلهم فيهم أعشاب، هون في شي 20 عشبة. فإذا كله موجود بلبنان، أنا من لبنان وخلقت بلبنان، من هون مما يليك، مثل ما لقينا بيعملوا خبز كمان، في الكوارة بتعمل هاي، بتطلعوا لعند آجو لحي مريم، هيدي بتوقف كل المي، ما بقى في الناس تشتري مي، ما ضروري تشتروا مي، هيدي حقها 10 دولارات كل السنة، اسمها بوديغا، حجر بوديغا كلس طبيعي معقم ومطهر لمياه الخزانات كلها، نزع الورقتين فيها جوا، هلا بفرجيكم اياها وشفتوها كذا مره، ما بتشتروا مي، مية الخزان عندك بتصير مي كلسيه طبيعيه، اهلنا كانوا يعملوها مية الصفوه، فتحوا تمكور كلنا نشرب مية الصفوه نحن وصغار. بقى في مي، لا مي لا خبز لا هواء، بس في حل، اعقل وتوكل دايما، كل ما صار ايديك كالقابض على الجمر موجود الحل، ضيق كثير هيك الممر ولكن بيطلع النور من بعد هالممر. هلا بده يجي وقت العصر الذهبي، جولدن ايج، صحيح بيموت كثير ناس بهالانفجارات وبهالحروب وبهالدمار وكلها، بس هاللي بيبقوا القليل كثير قليل اللي رح يبقوا بيعيشوا زمن يلي هو الزمن الإلهي مش ساعد. شنو هالساعة كانوا قديمة ما بيحطوا ساعة بإيدن الرجال، بعدين صارت الساعة هون، بعدين صارت الساعة هون، بعد
هي عم بدق، صار قلبك عم بدق على السريع، روج روج روج، روح كل يلا روج روج، وقف هونيك عم شوف عند مرتك سندوتشات وما ادري شو ومشروبات غازيه بيبسي كاسكار. عندك مي وساعد الله بالقمر وبالبدر وبالهلال وبالشمس، ونم بكير وقوم بكير وشوف الصحة كيف بتصير. كيف بدنا نعيش يعني؟ بدنا نطلع مصاري، بدنا نعلم الاولاد، بدنا نحطهم بالجامعة، بدنا يطلع المدرسة. لا المسيح رعى الجامعة ولا محمد ولا كل اللي عملوا من قلبهم. السفينة نوح ما غرقت، هيديك غرقت. انتبهوا قبل ما تحكوا، اسمعوا الصمت منين عم تطلع هالكلمة. هلا وقت اللي بتشوفوا هون رح تشوفوا فرجيكم بصور، ومن كل شيء ذكر وانثى هن هالخمس حدود، بتسميهم انت الصلوات الخمسه، بتسميهم الخمسه هون، كلهم لهم طاقه، طاقه الشجر، النار، التراب، المعدن، المي. هالخمس اطعمه اذا الماما عم تطبخ وبتحط فيهم هالطعام خلص الاولاد والبيت ما في مرض. الكتاب موجود، تعالوا بتقروا، موجود بالعربي حتى على ببيت الله. ودائما بحكي بهالموضوع، ما بدي تفصيل وشرح بقى، بدنا نقرا الخمس فصول والخمس طاقات او الخمس صلوات باللحظه اللي انت فيها بامريكا الساعه 12 الظهر، وانا الساعه 12 هون، على 24 ساعه هالطاقه عم تبرم تيكون في سلام بهالكره الارضيه. وكل كره، كل بلانيت وكوكب في كعبه أربع زوايا. هالأربع زوايا لحني فيك، بتتناغم وبتتواصل مع الأكوان كلها، ولكن بدي إياها فعل مش بس انفعال. ما بدي انفعالي، بدي أشوف شو عم تعمل. هلأ بفرجيك الربيع بأي ألوان موجودين، وشو بتاكل أنت مع الربيع، وبتشوف كيف الربيع هو، مش الربيع العربي مدري شو عملته فيه بالربيع، شو بيصير بالمعدة، مثلا رفيع مثلا غليظ، كله أنت. بعدين شو بيصير بالفصول الخمسة، يا حبيب قلبي ما فيني إلكم سر كتير كبير بهالكتاب، وبيعطيك نهار اثنين ثلاثة خمسة عندك سرطان بالكبد، بتركب بهالسرطان بالكبد لحو، وفي كتير غيره يعني. بيقول لك بزر كتين وخل تفاح وحط هاي وهاي وهاي وهاي، عندك هيك هيك، وفي اشياء بسيطه بيعملها، انا ما فيني اخذها، في هيدا الماستر اشرب الشراب يلي هو هيلر بيشفي، لانه بحط نوع من البهارات الحاره مثل الارمان والاتراك، انا ما فيني، اسمها كيان وحامض ومي بس. وبتحط لحين ماستر كلينر، معلقتين صغار ليمون، نحن عنا ليمون حامض بلبنان، بس انتو بمصر عندكم لايم هيك قد صغيرة، وقالوا له في منها بلبنان، انت الليمون الحامض اللي عنا ببلدك بتحطه، معلقتين تيبل سبون، معلقتين أكل بتحطه، ومعلقتين 100% ميبل سيروب موجود بلبنان وين ما كان موجود، ما لقيت في عنا عسل، معلقتين عسل، وبعدين بتحط الكايان بيبر يعني هيدا كتير حار، وبتقعد وبتشرب بالنهار ثلاثة أربعة خمسة أو ستة كبيات أي نوع سرطان، بتستفرغ سهيل شو ما بدها. ولكن قبل ما توصل لهون بدك تغير أكلك، قلبين وأجبين ما فيه، بدك تكون نباتي، ري أي كتاب للمعلم كمال جنبلاط أو أي كتاب للميكروبيوتيك، تعمل شهرين ثلاثة بعدين هيدي آخر شيء مكسة، يكون معك طبيب آدمي حتى اللي هو كمان عم يتعلم شو عم بيصير فيك، كيف عم تنضف. لكل داء دواء، غذاؤكم دواءكم ودواءكم غذاؤكم. حاطت كتير أنواع من الأعشاب يلي موجودة بكل العالم، أنت بتقلها فجل، أنا بقلها لفت، بيقلك كيف تتحسن علاقاتنا مع جوزي مع ولادي مع بيت حماية مع فلان مع فلان مع فلان، ولكن بالنتيجة أنت وحدك، فرادا أتيتم فرادا تعيشون وفرادا ترحلون، ما في اثنين بالأوضة، اللي عنده بيت وحده عنده رب وحده، إيدك مش إيدك يا فاطمة، بنتي مش بنتي، خيي مش خيي، هيدا مش ماشي. قال له مين أخوتك؟ قال له اللي حبوني
ما شافوني. هلا في ليفر فلاش، كلكم فيكم تنظفوا الكبد. بده يتنظف اول شيء من الحقد، يعقد على الحج بيني. ليه بدك تحقد عليه؟ انه اذا الكلب عضك بتعضه؟ قول له شكرا. ليمونتين، اثنين ليمون حامض، ما تجيبون هالقد كبار، وسطيين. جيب زيت زيتون كبس على البارد، معلقة أكل زيت زيتون كبس على البارد، اثنين حبتين تو كلوفز توم، بس توم زيت زيتون وحامض، هودي بكبية مي. إذا كان صغير تحت ال 15 حط له كبيتين، بتعصر الحامض، بتحط زيت الزيتون والثوم، بتدقه. هلا إذا أنت ما بدك تدق الثوم، خلي الثوم هيك محطوطة، ما تدقها. هي الحامض بياخد منها والزيت بياخد منها. إذا الأولاد ما بحبوا ياكلوا الثومين. بتنظف الكبد. وشو ما طلع بتلاقي هيك بالبراز بالخروج، ما تخاف، بيطلعوا حجار، بس هو منن حجار، هودي بلغم. جمعوا 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 من الكبد، نظفوا وطلعوا بتشوفوا الحجار. فرجيتكم صور. في اكل عم بحط لك اياهم كلهم، كيف فيك تشفى من كل الامراض بتغذيه وحده، هي يوميا كاسه قمح اذا انت بشعب القمح، او كاسه رز كامل كله إذا أنت بشعب الرز. ولكن بدي تكون نظفت جسمك 3-4-5 سنين، لأن هيدي قوية كتير. في كتير ماتوا لأنه ما سمعوا هوديك، فاتوا دغري. يعني بتجيب كهربجي على البيت وبتقول له جورج بساعتين بدك تسوي لي كل هالكهرباء. يا خيي بدي شي شهرين ثلاثة تقدر تسوي بهالكهرباء كلها معطلة، يا بهلأ بدك تسويها، بيموت الكهربجي. بدك تمشي مش بسرعة، تأني السلامة وبسرعة الندامة. عم تاخد أدوة كل يوم كم حبة؟ 60-50-70 حبة دواء، خفف شهرين ثلاثة أربعة خمسة بتوقف الأدوة، لأن الجسم تعود على الدواء، تعود على هالسيجارة. هذا إدمان للدواء، إدمان للسيجارة، إدمان للشوبينج، إدمان للطرطق بالكعب وبالسرماية، وإدمان. ويك اب، ننتبه. هلا عم بيحكي عن اليوغا، دخيلكم ما حدا يعمل يوغا. ما تروحوا مطرح حدا يعلمكم كيف تتنفسوا وكيف تعملوا يوغا، خصوصي بلبنان وبكل الأمة العربية، بس هون أكثر شيء. ما بدنا جوروز، جورو يعني جي يو ار يو، بدي وحدة يعلمني كيف بدي أغمر ابني، كيف بدي أتنفس. وفيك انطوى خلاص، انت جوعان كول، عطشان شراب، بتحب هالسم خدها، بس خدها على مهلك وانبسط فيها حتى ما تأذيك. قال له فيني صلي انا وعم دخن؟ فيني دخن انا وعم صلي؟ كل عمل عبادة ايه؟ على مهلك خدها هالسيجارة، على مهلك. دايما هيك حط القديحة مطرح بعيد، حط السيجارة هونيك وتمشى فيها، واللي عملوها واللي كذا. بعد ما تشرب 3-4-5 علب، تشرب سيجارة 2-3 بالنهار، وهيك بتنبسط فيها. أنا من زمان كان فيهم دخان، و$40 كانت العلبة اللي فيها ودي السويقير، ورجعوا وقفوها. ورحت سألته جماعة الأوميوباث، قالوا لي الدولة وقفتها. انت عملوها هلا، خلص عملناها بهالتلفزيون وبهالستوديو. فيك تعمل دخان من كل الزهورات، وهيك الاولاد بتنبسط وانت كمان، وما حدا بينزعج، بالعكس بيبقى ريحة البيت حلوة كتير.
زنجبيل، الله ذاكر الزنجبيل. انتبهوا بالشتاء بدفينا، بالصيف حطوا قليل لأنه بيعطيك حرارة. مطرح الزنجبيل جيب ليمونة تحامض هيك حلوة وبرشها وحطها، بروش الأفندي، بروش كل شيء، يعني ما في شيء بتكبه. في ولاد كتير بتاكل الحامضة هيك والبرتقاني هيك والأفندية بالقشر، وأهلنا بيعملوا منها مربى. شيلوا السكر من البيوت، عنا دبس، عنا كتير إشياء فيك تحلي فيها للتربية. فإذا هيدا الكتاب دكتور هاس هو الخمس طاقات، الخمس صلوات، الخمس حدود. الكتاب موجود، تقعدوا تقروه أو حطوا دكتور هاس وشوفوا منين بتجيبوه أنتو. وقت اللي بتعيش بهالخمس صلوات، بهالخمس طاقات، بهالخمسة، هي العزقة اللي بالنص اسمها الحياة. الحياة هي عزقة الدولاب، وهالدولاب عم بيبرم كل الوقت. ما في شيء اسمه أسترولوجي أبداً، علماء الفلك، علماء شيء، لأنه بكل لحظة عم تتغير. شو بدي يقول لي ببرج السطل وبرج الحمار وبرج الدلو، مع احترامي للحمار وغيرهم، يعني هودي بس it's a joke مش أكتر. كان الدبور يحط شيء من مريم نور، بعدين قالوا له سكوت، وسائل الإعلام كلها بتخاف من الحقيقة. ما أنا كنت حد قرايبتك وقرايبك إنه عم بيموتوا، يعني فإذا نحن بدنا نقعد نقرأ هيدا الكتاب، ما فيني أقول لكم شو مهم، ورح أخبركم هالسر اللي بهالكتاب وحطيته بكتاب صوموا تصحوا. حرام ما تقروا بتسكروا، يعني السكر العشق هيدا لقلو هالكتاب ولحي. وقت اللي بتعرفوا هني المقامات السبعة اللي فينا، بتشوفها بعينيك، بتشوفها على لسانك. من زمان الطبيب كان يقول له مد لسانك تشوف ويوصف لك شو بدك تاكل من مادة لسانك. أنا الوحيدة يمكن بهالأمة العربية أحمر من لساني، ما في. هلا رح أقراهم. أيها الإنسان، كلنا نتناغم بالألوان، اللون إشارة وبشارة. اللون الأحمر هو اللون الأول في العمود الفقري، كلنا في أحمر وفي أورانج، في ألوان السبع، ألوان أوصل أدح. وكل لون شو دوره، شو بيعمل فيك. هلأ أكثر الناس، أنا غيرت هلأ هاللون، بس أكثر الناس عم تلبس هيدا اللون، شفتوني لبسته كتير، بيلطف الأجواء واسمه مارون، مش مرمرون، هيدا اللون. الداليلاما كلهم بيلبسوا هاللون، ولكن نباتيين، بس أكلهم في كتير غلط. اللي بدنا إياك تكوني معنا ومنعرف إنك عندك ثروة كبيرة، الأحمديين، البهائيين كلهم، بس ما حدا عم بينتبه للأكل، مع إنه لازم ننتبه. قل لي ماذا تأكل؟ أقول لك من أنت. اللون إشارة وبشارة. اللون الأحمر هو اللون في العمود الفقري الأول، يدور بسرعة وبطريقة لولبية، هو الأساس، الطاقة الجنسية، ومبدع وخلاق في طاقته، وهو القاعدة تبع الجسد، يعد، نعم، ومحي ومجدد ويحول ويتحول. ما قبل هالطاقة الجنسية هو من الجسد، في كتير طاقات علمياً ما فيك ليون أدمنه، ما فيك تقولهم بالعلم، ولكن العلم بلش بالمي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، تك 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 تك. إجل من التراب هالجسد. جسد الإنسان وألوانه السبعة موجودة، الكرة الأرضية هالألوان السبعة، والطبيعة الحيوانات كلها، بس الإنسان صار عنده 8 و9 إلى لا حدود، يا مدد ويا أبد ويا صمد. النغمة الموسيقية لهالمقام هي دو ري مي فا سو لا سي، دو دو كون عادو، هيدا الكائن بهالكفن، نعم. وهون نحن نعلم بأن المقامات السبعة لها أسرارها الكونية، من حيث الصوت والفعل
شلونك؟ واللون والتناغم من الجسم ومع الجسم ومع أسرار الطبيعة وأسرار الخالق. وطاقة هذا تقوي الحرارة وترفع وتعزز وترقي دوران الدم في الجسم، وتثير وتنبه مادة الأدرينالين. هالأدرينالين هني أدرينالين وين موجودة؟ بحبة القمح، بحبة الشعير. مشان هيك هلأ في كتير عم بيهر شعرنا، لازم نقصره، بعد رح قصه قد ما فينا. ما عارفين إلكن ولا مرة صارت إنه مرة 80 سنة شعرها عم بيهر؟ لأنه الشيطان عم بيرمي، شيلوا لي هالعرب وهالمسلمين وهالمسيحية كمان بطريقة ما تكلفنا. بس في طريقة، كل ما قصرتون شوي شوي، زيت زيتون أو زيت بزر السمسم السيرج بتحط وبتاكل كاسة قمح. نعم، أي خلايا الدم الأحمر ودم الدورة الشهرية عند المرأة. حتى الرجال عنده دورة شهرية، بس عند المرأة ظاهرة بالدم، بس عند الرجال ظاهرة بالغضب. هو عنده طاقة انكماش، انت عندك طاقة انفلاش، وبكرة منفلشها أكثر.